اهلا بيكم واليوم ال14 من سلسله حلقات هنفطر ايه النهارده. في حلقه النهارده هنقول لك طريقه عمل الفراخ المكعبات بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه المقادير، هنجيب كيلو صدور فراخ مقطعه مكعبات، بصله، طماطم، فلفل رومي او الوان، 3 فصوص ثوم، معلقه كبيره صلصه طماطم، معلقه صغيره كمون، كوب زبادي، معلقتين كبار ليمون، معلقتين كبار زيت، معلقه صغيره بابريكا، وربع معلقه صغيره قرفه، شيلي باودر حسب الرغبه. بالنسبة لطريقة العمل، هنحط كل المكونات اللي قلناها مع بعض، هنتبل فيها صدور الفراخ كويس ونسيبها لمدة 4 ساعات عشان تتشرب الطعم كويس. هنحضر عصيان الشيش طاووق ونحط فيها بصل وفلفل رومي أو ألوان وطماطم، ونبدأ نحط قطع الفراخ حسب عدد الأسياخ. هنحط الأسياخ في صينية في الفرن لحد ما تستوي كويس، ونقدمها مع البطاطس المحمرة وسلطة الطحينة أو الرز الأبيض. نتمنى لك وجبة صحية متكاملة.